إلى ولاية ميلا وبحضور مئات المواطنين، استفادت أكثر من 2000 عائلة عبر الولاية من سكنات اجتماعية تساهمية وسكنات عمومية إيجارية وأيضا إعانات في السكن الريفي، بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة وأيضا والي ولاية ميلا والسلطات الأمنية. التغطية كانت لسفيان بون. والله نقول اليوم الحمد لله، نشكر الدولة، نشكر السيد عبد العزيز بوتفليقة، وإن شاء الله اللي ما داوش هذه المرة إن شاء الله العقوبة المرات المقبلة إن شاء الله. هذا الموعد يثبت هذا الوفاء، وليس الأول من نوعه. الآن وصلت الجزيرة أكثر من 3 ملايين سكن. خلال الحصة السكنية الأخرى الجد معتبرة المزمع توزيعها مع نهاية السداسي الأخير من هذه السنة بحول الله تعالى، حيث يتعلق الأمر ب 6449 وحدة سكنية.